بعد انقطاع دام لأكثر من عام، مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع في روسيا والولايات المتحدة على إثر توجيه موسكو اتهاماً رسمياً لواشنطن وتحميلها مسؤولية مباشرة عن الهجوم الصاروخي الذي شنته أوكرانيا بصواريخ أتاكامز الأمريكية على مدينة سيفاستوبول وتسبب بمقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 150 آخرين. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بادر بالاتصال بنظيره الروسي أندري بيلوسوف. الرواية الأمريكية عن المحادثة الهاتفية تقول إن الوزيرين ناقشا أهمية خطوط الاتصال المفتوحة بين الجانبين. تحدث الوزير أوستن أيضاً عبر الهاتف اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف، وخلال المكالمة أكد الوزير على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا. أما الرواية الروسية للمكالمة الهاتفية فتقول إن بيلوسوف حذر نظيره الأمريكي من استمرار إمدادات الأسلحة إلى كييف. وزير الدفاع أندري بيلوسوف أشار إلى خطر زيادة التصعيد في الوضع من خلال استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى القوات المسلحة الأوكرانية. المكالمة الهاتفية تأتي في وقت تصعد فيه موسكو لهجتها تجاه واشنطن بعد هجوم سيفاستوبول. موسكو توعدت بالرد وبالعواقب الوخيمة، فتنصلت واشنطن من الهجوم وأحالت الهجوم إلى كييف وقرارها المستقل في عملياتها العسكرية. التواصل الهاتفي الأخير بين وزيري الدفاع في البلدين كان في مارس عام 2023 بين أوستن ونظيره الروسي السابق سيرغي شويغو بعد حادثة اعتراض طائرتين روسيتين مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.